سالي، وصلنا لمساحتنا الطبية لليوم ورح نحكي فيها عن زراعة الأسنان اللي بتعتبر من المواضيع اللي بتشغل بال كتير من الناس، إلا أنه أطباء الأسنان بتلجأ إلى كوسيلة لتعويض فقدان الأسنان. سلمى، شو هي الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى زراعة الأسنان وما هي إيجابياتها وسلبياتها؟ شو هي الحالات اللي ما بينفع فيها الزراعة؟ هيدي الأسئلة وأكثر رح تكون محاور حوارنا مع ضيفنا لليوم الدكتور وائل أزداقة، أخصائي بجراحة اللثة وزراعة الأسنان. أهلا وسهلا فيكم، شرفنا فيكم. يسعد صباحكم. يسعد صباحكم. صباح الخير دكتور وائل. صباحك سكر. بداية بيقولوا عادة أنه زراعة الأسنان هي تعتبر الخيار الثالث عند أطباء الأسنان لتعويض الأسنان المفقودة، خلينا نحكي شو هي الحالات اللي بيتم فيها اللجوء لزراعة الأسنان. لبداية أنا بحب نوه بأنه أفضل العلاج هو الوقاية. آخر العلاجات حالياً بطب الأسنان المقدمة هي الزرع، فنحن عم نحكي عن هامش كبير بين بداية المرض السني أو بداية مرض حول السني وبين أنه فقد المريض الأسنان وبدنا نعوض عنه بزراعة الأسنان. نعم. فحالة الأنسجة وصحة الفم هي من أهم الضرورات والمبررات اللي بنبحث عنها في البداية قبل ما نوصل لقرار أنه بدنا نزرع عنه. المريض بيمر عنا بمراحل التهابات الأنسجة اللثوية، بيمر عنا بمراحل نخور الأسنان، بيمر عنا بمراحل فقد للأسنان، إما نتيجة هاي النخور وهي الأمراض اللثوية أو نتيجة حوادث طارئة مثل حوادث السير أو الحوادث الحربية. لما بنوصل لخيار الزرع فنحن بهمنا بيكون عنا موضوع أساسي هو كمية العظم المتبقي بالفكين العلوي والسفلي، لأنه العظم هذا هو اللي بده يحوي الزرعة ليدعمها ويأمن ثباتها لنعمل نحن التعويض اللي رح نوضعه بالفم اللي رح يظهر من الناحية الجمالية أو من ناحية المظهر. فخلال هالمراحل هاي في عنا مجموعة دراسات، عنا مجموعة صور، عنا مجموعة لنوصل للطول لطول العرض المناسب لهي الزرعة بهذا المكان المناسب لها. نعم، يعني مثل ما نوه الدكتور بالبداية الوقاية هي خير من أنطار علاج، ولكن بس يتطلب الأمر لزراعة الأسنان لازم يكون في معطيات مثل ما حضرتك حكيت. المدى طبعا أنتوا كأطباء أنتوا أدرى فيها، ولكن خلينا نحكي كيف نبدأ بزراعة الأسنان. تمام. بيجي المريض بحالة فقد أسنان، إما فقد من بسن واحد أو مجموعة أسنان بالفم. بداية نحن نطلب منه الصور البانورامية لحتى نحدد الحجم أو كمية العظم المتبقي. أحياناً ممكن نلجأ لفحوص ثانية مثل صور 3D لتقييم كمية العظم وبنيته، لأنه مو بس بك أنا بيهمني كمية العظم الموجود، كمان بنية العظم هل هو هش بيحمي ممكن يتحمل هاي الزرعة أم لا. المريض بيحاول نحن بنحاول بداية نأسس كمان صحة فموية جيدة بهذا المكان بالفم بشكل كامل، لأنه التعويض ما بيتعلق فقط الزرع، ما بيتعلق فقط بأنه أنا حط هاي الزرعة، كمان بدي يكون واثق بأنه الأنسجة المحيطة فيها هي تتلائم معها وبتأمن لي الاندماج العظمي المناسب مع قطعة الزرعة. هلا هي أقسام الزرعة ثلاثة، عندنا الزرعة اللي هي شبيهة قسم جسم الزرعة اللي هو مصنوع من مادة تيتانيوم اللي هو بيدخل جوا العظم اللي بندخله نحن جوا العظم، في عنا غطاء الزرعة مشان نسكر عليها السكرو حتى نسميها نحن، في عنا بعدين دعامة الزرعة، بعدين عنا التاج اللي بيظهر بالفم. بداية من نحفر نحن الأنسجة اللثوية أو نشق بالأنسجة اللثوية، بنحفر بدريلات جوا هذا العظم ومندخل فيه النسوج قطعة التيتانيوم اللي هي جذر السن ومنسكر عليها بالفك العلوي عنا من مدة من 4 إلى 6 شهور، بالفك السفلي من 3 إلى 4 شهور كافي لحدوث هذا الاندماج العظمي. صغير بنفتح
مكان الزرعة بالضبط بنركب شيء اسمه مشكلة اللثة أو قطعة من ضمن أدوات الزرع لنأمن حواف لثوية سليمة حول دعامة الزرعة حتى ما يصير عندنا شيء اسمه التهابات تالية. بالمرحلة الأخيرة نبلش بمرحلة أخذ الطبعات والقياسات منشان ننظم وضع التيجان والجسور بهالمناطق هاي. نعم دكتور، عادة هاي قد بتاخد مدة زمنية وشو اللي خلينا نقول مثلا المحظورات اللي على المريض خلال هاي الفترة؟ مدة الزمنية لعملية زرع السنان بتتراوح بين نص ساعة على ساعة لزرع سن واحد. الفترة قلنا الفترة لتظهر فيها نتائج الزرع بالفم هي بين 3 إلى 4 شهور، بين 4 إلى 6 شهور لحتى تظهر نتائج الزرع النهائية اللي هي الظاهرة للمريض. أما كبداية نحن بنزرع بين 3 إلى 4 شهور لنعوض. المضادات استطباب الزرع هي تتعلق بالحالة، قلنا أول شيء بالموجودات الفموية للمريض، يعني عندنا حجم عظم ولا ما عندنا حجم عظم، عندنا صحة فموية جيدة ولا ما عندنا صحة فموية جيدة، تتداخل فيها الأمراض الجهازية مثل عندنا الأمراض القلبية، عندنا المعالجات الشعاعية، عندنا اللوكيميا، نقص تصنع العظام أو هشاشة العظام، هي مضادات استطباب لأنه نحن نوضع زرعات بهي المناطق، والمعالجات الشعاعية نحن بنعمل دراسة بعدها لحتى نتأكد من أنه هذا العظم صار قادر أنه يعمل لي اندماج عظمي مع الزرعة اللي بدها تنوضع فيه. نعم، يعني دكتور مثل ما ذكرت دائما قبل الزرع في عملية دراسة للمريض، دائما بكل قصة في مضاعفات وفي سلبيات. شو سلبيات الزرع والمضاعفات في حال كان شوي الموضوع دقيق أو كان في مشاكل صغيرة ولكن نحن مضطرين أنه نزرع؟ هلأ بتتراوح هي المشاكل اللي عم نحكي عنها بين مشاكل بسيطة لمشاكل كبيرة. مشاكل بسيطة هي التورم والوذمة والألم التالي للزرع، مو بوقته، التالي للزرع خلال يوم أو يومين. هي الطبيب الممارس، هي الأعراض الطبيب الممارس بيكون قادر يسيطر عليها بواسطة الأدوية المضادة للالتهاب والأدوية المسكنة بهالفترة هي بهالمرحلة. المراقبة التالية للزرعة بتكون خلال الشهر الأول من خلال كمان طلب فحوص أو صور شعاعية لنشوف قيمة الاندماج أو كمية الاندماج العظمي اللي تمت بهالمرحلة. يا ترى في شفوف بتظهر هاي عند الطبيب المختص، انه يا ترى في شفوفيه بين سطح الزرعه وبين العظم المجاور لها، او انه هي قديش مقدارها لهالشفوفيه هي، واذا كان في لسه في وذمه او ورم حول مكان الزرع، لانه لازم تختفي هاي الوذمه او الورم في حال الزرع السليم خلال 3 ايام لاسبوع تختفي الوذمه بشكل كامل. اما في حال استمرت عن هي فنحن نفتش عن اسباب ثانيه، ممكن حتى المريض يكون مخبى عنا نحن كاطباء انه هو عنده اصابات جهازيه، ممكن يكون لانه يعني ما خص الصوره البانوراميه، ما خص الصوره البانوراميه بحد ذاتها، ممكن كمان المريض يكون مخبي عنده الامراض الجهازيه، وهي هذا شيء شائع عندنا بطب الاسنان، وهذا شائع بطب الاسنان. بتعتمد على بتعتمد بشكل اساسي على نظره الطبيب انه ممكن هذا المريض يكون عنده مرض جهازي او لا، لانه ممكن ما يخبر عنه منشان يوصل لمرحله الزرع. نعم. بالفحوصات التالية بعد 3 شهور او 6 شهور بهمني ثبات الزرعه اللي انا حطيتها اللي انوضعت بهذا المكان. لما بده يكون لما بنشق وبنشوف اي حركه فيها للزرعه فهون في نسبه فشل. نعم. او نسبه ضياع بالعظم المحيط بالزرعه. اما نحن بنقول دوما انه الزرع السليم هو لما بنختار فيه المكان المناسب، بنختار فيه الطول المناسب، بنختار فيه العرض المناسب. فهون الزرع بكل الدراسات بيقول انه ديمومته بين 25 سنه ل 30 سنه، واحيانا بيكون مديد العمر. طيب دكتور، عادة بنشوف أو هلأ عم نشوف بهذا الوقت الحالي صبايا كتير عم يلجأوا لهذا الموضوع، عم ياخذوه كنوع تجميلي، هل فينا نعتبر زراعة الأسنان هي تجميلية؟ يعني هل صارت دخلت هذا المجال؟ زراعة الأسنان ليس الهدف منها الفكرة التجميلية فقط، إنما الهدف منها الفكرة التعويضية.
نحن بنعرف كمان بانه مراحل يعني التعويض انه صرنا مثلا فيه نخر او شيء بدل ما تحشيه او تحافظ عليه، صار في ناس عم تلجا حاليا انها تخلع السن وتعمل زراعه محل. هلا مثل ما قلنا ببدايه الحديث انه افضل العلاج اللي هو الوقايه، بافضل العلاجات انه نحن ما نوصل لمرحله الزرع. فلما بيكون عندنا نخر قادرين انه نسيطر عليه باجراء معالجات بنسميها ترميميه، فهذا افضل من انه يوصل لمرحله الزرع. انما لما بيكون في عندي قلع سن مفرد، فالافضل هو استطباب للزرع منشان نحن ما نلجا لبرد السن المجاور له لنعمل تعويض على هذا السن او نعوض جماليا عن هذا المكان. فهون الفكرة. أما لما بيكون عندي فقد سن واحد، أفضل ما أني أنا أشتغل على شيء اسمه جسر ثابت، فأني أضطر لأني أبرد سن قبل الفقد وسن بعد الفقد، فبأذي ثلاث أسنان، فبأذي هون أنا سنين، وبالتالي قصرت حتى بعمر لهدول الأسنان بفترات لاحقة. نعم. يعني دكتور، في حال صار عملية زرع للأسنان، دائما في أشياء لازم يراعيها المريض بعد زراعة الأسنان. يعني مو خلاص نحن زرعنا فنحن فينا نعمل اللي بدنا إياه مثل ما كانوا أسناننا طبيعيين، شو هي الشغلات اللي لازم يراعيها المريض؟ هلا نحن بعد الزرع، بعد عملية الزرع، بننصح المريض بتناول الأطعمة الطرية، وأول شيء بنبلش معه بالبارد وسائل. نعم. وبعدين بالأطعمة الطرية لمدة أسبوع للمحافظة طبعا على صحة الفم بالبدايتان، وعلى المحافظة على صحة انه ما تفك عنده القطب ويصير عنده جرح مفتوح ودخلنا وندخل بمتاهات ثانية بالمراحل. ليش بدهم القطب لا يتيبوا؟ بين هلا بالأنسجة اللثوية هي اسرع الأنسجة شفاء، فهي بين 5-7 ايام بتكون طيبة. الشفاء المبدئي بيكون خلال 72 ساعة. تمام. وبيفك القطب وطبيعي. بيفك القطب طبيعي. المحافظة بهالمكان هذا انه فينه يتناول أطعمة بشكل طبيعي، انما بده ينتبه من الأطعمة القاسية جدا. ضروري يقرض بومبوم مثلا او ياكل بزر مثلا. تماما يعني. تماما. ما بده يرجع للأطعمة القاسية بشكل مباشر، بده يرجع يتأهل الفم بشكل تدريجي لحتى يرجع يستقبل هاي الأطعمة اللي كان متعود ياخدها قبل. من احنا نهتم بانه ما يكون في عندنا اطباق زائد على مكان الزرع، لانه هذا بيحرض لي شيء اسمه امتصاص عظمي بمنطقه الزرعه وممكن تؤدي للفشل لاحقا. يعني ياكل على الجهه الثانيه من الزرع او كيف؟ لا، بعد هلا بعد التعويض اكيد راح يستخدم نفس المنطقه، لانه هذا الهدف من عمليه الزرع هو اعاده تاهيل الفم. نعم، اعاده التاهيل، لانه المريض يرجع بس شوي شوي. ونحن بننبه المريض بانه اذا كان في عندنا نقاط علاوه بالتعويض بعد الزرع فانه ينبهنا عنها، ما انه يعتبر انه هو ركب عمل زرعات وعوض الفم وصار هو انسان تمام. اذا كان عنده ضغط اطباقي في اي مكان من هذول الامكنه ممكن يفشل الزرعه بشكل لاحق، ممكن مو خلال الست شهور الاولى، ممكن خلال السنه الاولى او السنتين الاولى يكون فشل هي الزرعه بسبب التعويض العالي. نعم. عليها. طيب دكتور، خلينا نحكي شوي، شو هي الحالات يلي ما بنقدر نعمل فيها زراعة أسنان؟ يعني حضرتك أكيد مثل ما قلت بتجري فحوصات متعددة للبيئة الفموية واللثوية للشخص، شو الموانع اللي ممكن تخلي موانع شخص عدم ما يقدر؟ أول شيء، أول مانع عنا قلنا عنا ممكن نقول عنا المعالجات الشعاعية والأمراض العامة. لما بيكون نتأكد انه ما عندنا هاي الامراض نحن بنلجأ بقى للفم، للتصوير الفم. لما ما بيكون عندي حجم عظم كافي بيزيد عن 8 ميلي، فانا هون صارت الزرعات ما عندها الدعم العظمي الكافي لبقائها بالفم. فهذا هو اساس الزرع، اساس انه يكون عندي عظم كافي لاني ازرع فيه. هذا من اهم هي الحالات. بنشوفها عند كبار السن يمكن عند كبار السن بشكل كبير، او عند السبب الفقد عندهم بسبب حوادث طارئه كبيره، ممكن تكون فيها صار في كسور عميقه جدا بالفكين، فبالتالي من غير قادر انك تزرع بهالمناطق هي. هلا حاليا بس بظل التطور الكبير بطب الاسنان، صار عندنا شيء اسمه الطعوم العظمية، صار في عندنا بلوكات العظم اللي ممكن انا ازرع. بس هون شو مشكلتها هي؟ انه بدل ما انه يتعرض المريض عندي لعمل جراحي واحد فهو بيحتاج لعملين جراحيين. العمل الجراحي الاول هو اني انا اوضع الطعم العظمي بمكانه، انتظر
لحتى يصير ثبات بهذا الطعم العظمي بهذا المكان. كمان بتتراوح الفترة بين 3 إلى 6 شهور، بعدين بلجأ لزراعة لوضع الزرعات بهذا المكان بعد 3 إلى 6 شهور تانية. يعني دكتور وائل أخذنا مساحة كبيرة لزرع الأسنان، والكل حابب يستفسر عنا يمكن عطتنا معلومات كتير مفيدة لإلهم. خلينا ناخد مساحة ولو جزء صغير من مساحتنا لليوم معك حول تجميل وتبييض الأسنان اللي بتلجأ له هلأ كل الصبايا وحتى الشباب، يعني ما هم المستثنين، ولكن له مثلا مضاعفات تبييض الكيميائي، تبييض الليزر، وحتى الفينير واللومينير. هلا بداية هذا الموضوع هو كان بيحدث نتيجة وجود حالة بالمظهر الخارجي، الابتسامة غير اللي ما الجميلة. كتير بتعجب. ايوه كتير ما كتير بتجذب كل هذا. فهذا بداية هون ملجأ بيلجأ المريض للطبيب مشان تحسين هذا المظهر. لما نحن بيكون عنا ما عنا مشاكل فموية او مشاكل، عفوا ما عندنا مشاكل اسنان، لا بسوء الاصطفاف ولا بسوء الارتصاف ولا من ناحيه النخور الكبيره ولا من ناحيه تبارز السن عن قوسه او عن هذا الكلام، ممكن نلجا نحن لشيء اسمه التبييض. طبعا بنسب ما تاثر على مين الاسنان ولا تاهب لحاله نخور تاليه بهي الاسنان، وكمان ما تاذي النسج اللثوي السليم الموجوده بهالمنطقه عندنا. فبنلجأ للتبييض، اما التبييض الكيميائي او التبييض الليزر اللي هو بيتم بجلسه واحده بالعياده. ممكن احيانا بعض الحالات تحتاج لجلسه ثانيه بس بتكون بوقت اقل منها للمحافظه لتغيير لون الاسنان بحوالي 3 درجات. نحن عندنا مقاييس لالوان الاسنان A و B، وحاليا ظهر لانه حكيت لي عن موضوع اللومينير والفينير، فظهر عندنا الوان ثانيه هي البليتش 1 وبليتش 2، اللي هي بتعطي درجه هي لازم لحلقه ثانيه نحكي فيها، بتعطي درجه بياض اجمل وبتعطي ابتسامه احلى. يعني دكتور مثل ما تعرفنا من حضرتك كثير هي اساسا الابتسامه هي سر وسحر، كل الناس بتحبه لانه هيك اول وسيله بتقدر تعبر فيها عن نفسك لكل تماماً. الناس اول من اول الاشياء اللي بتضرب فيها بعيننا حتى، فبالتالي بتحس انه انت صار عندك قابليه بالحديث. اكيد خلينا وليكم اكيد بدنا نتشكر وجودك وعلى هي الابتسامه الحلوه كمان اللي هيك قدرنا نبتسم اليوم بدون ما نخاف، باعتبار معنا دكتور سنا بس ابتسمنا على راحتنا. اهلا وسهلا فيكم، شرفنا. شكرا. بدنا نتشكرك دكتور وائل، وبدنا نخلي الابتسامه رفيقه الكل بهذا اليوم، ونصايح كثير ومعلومات كثير فدتنا فيها. شكرا كثير لك، ويسعد صباحك مره ثانيه. يسعد صباحكم.